السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة إسلام تفال. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وحلقة مهمة جدا، ألا وهي الحلقة عن الاستزراع السمكي أو استزراع الأسماك في حقول الأرز. استزراع الأسماك في حقول الأرز. بداية قبل ما أبدأ الفيديو ده معاكم أو المحاضرة ديت أو اللقاء ده، أحب إن أي حد لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وشير للقناة بحيث نستفيد ونفيد أكتر الناس اللي معانا. طيب النهاردة الأول خلاص هنتكلم عن استزراع الأسماك في حقول الأرز. طيب هنعرف ايه هو استزراع الاسماك اصلا، ازاي بتتم العمليه ديت. الناس اول مره لما تسمع الكلام ده تقول لك ازاي احنا هنزرع رز ولا هنزرع سمك، ولكن الاثنين هيتزرعوا مع بعض ازاي، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض ايه قصه استزراع السمك في حقول الارز. زراعه السمك في حقول الارز ديت احد افضل الطرق العلميه، احد الطرق العلمية عشان نستخدم الارض الزراعية، وخاصة في الدول الفقيرة زي ما احنا عارفين ان في الدول الفقيرة او الدول النامية، عشان بحيث ان هي بتساهم في حل مشكلة النقص الحادث في انتاج البروتين الحيواني، وبتكون الاسعار بتاعته رخيصة. ومعروف ان احنا في البلاد الفقيرة او معظم البلاد النامية بتبقى بينتشر زراعة الارز بمساحات كبيرة، وده بيعظم الاستفادة من الانتاج السمكي، وخصوصا ان المزارع ديت او الانتاج السمكي بيكون بعيد عن البحار والبحيرات والمراكز بتاع الصيد. طيب امثلة الاسماك اللي ممكن اصرحها مع كل رز امثلة عليها زي السمك المبروك والبلط المزنبيقي والبوري، ودولت بيعيشوا في الماء العذبة او الماء الشرب. في مصر اصلا قبل ما نبدأ نتكلم عندنا انتاج مصر من بيمثل 2.5% من انتاج مصر من حقول من الاسماك او استزراع السمك من حقول الارز، بيمثل 2.5% من اجمالي الاستزراع السمكي المصري. طيب هنيجي نتكلم عن هل الاستزراع السمكي في حقول الارز ده ليه فوائد ملهوش فوائد. طب لو ليه فايدة ايه الفايدة بتاعته، هو ليه اكتر من فايدة. طب تعالوا نتكلم مع بعض عن الفوائد بتاعه حقول الارز. هنا بفكر حضراتكم باللايك واشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو. طيب تعالوا نشوفوا ايه هي اهم مميزات الاستزراع السمكي او الاستزراع الاسماك في حقول الارز. لها عده فوائد. اول فائده ان الاسماك ديت بتتغذى على في حقول الارز بتتغذى على الحشرات والطحالب والديدان اللي بتضر ممكن تضر بمحصول الارز، ده اول فايده. تاني فايده بتؤدي مخلفات الاسماك في الحقل، الاسماك ديت بيبقى لها مخلفات الناتجه عن عمليه الهضم، المخلفات او المخرجات بتاعه الاسماك ديت بتؤدي او بتزود خصوبه التربه، وبالتالي بنقلل من معدلات تسميد الارز. تالت فايده ان احنا بنقضي على ظاهره الريم في عقول الارز لان الاسماك ديت بتتغذى عليها، وده بيأثر بالسلب على انتاجيه الرز طبعا. فلما نقضي على الريم ده بالتالي هنساهم في تعظيم الانتاجية بتاعة المحصول بتاعنا. طيب بعد كده استزراع اسماك في حقول الارز بيزود المحصول الرز بحوالي من 10-12% للفدان، نتيجة للاسباب اللي قلناها فوق ديت، وبالتالي بيزود العائد الاقتصادي بتاع المحصول بتاعي، لان انا كده بعمل محصول رز وسمك والاتنين متكاملين مع بعض، فبزود انتاجي من ده وده. طيب بالنسبة لأسماك البلطي بقى، في النقطة دي هتكلم أسماك البلطي، بيفضل إن احنا نزرعها في مزارع الأرز ليه، لأن السمكة ديت بتوكل في حجم في نهاية موسم الاستزراع، في نهاية موسم الاستزراع بتاع الرز السمكة ديت بتكون وصلت للحجم إن احنا نتغذى عليها، وفي نفس الوقت السمكة ديت ما بتتغذاش على محصول الأرز لأن السمكة ديت سمكة البلطي سمكة غير عشبية التغذية، فبالتالي مش هتاكل الرز. ويفضل ان احنا نزرع اسماك بلطي وحيدة الجنس
اللي هي ويفضل ان هي الذكور عشان ما تتكاثرش، ما يحدث تكاثر ويبوظ المحصول بتاع الرز بتاعي ويحدث ازدحام في الحقل. طيب لما نيجي نتكلم عن الاستزراع السمك في الحقول بتاعت الارز، ظروف الاستزراع وظروف زراعة السمك في الحقول بتاعت الرز ديت بتختلف على حسب مجموعة من العوامل. ايه هي العوامل اللي بتحدد لزراعة السمك في حقول الارز؟ عندنا اول عامل اختلاف نوع التربة وطبيعة الطقس في المنطقة المزروعة، اختلاف انواع السمك المزروع، ايه هو هنزرع ايه سمك، وهنزرع بلطي ولا مبروك ولا طبارة ولا ايا كان ايه النوع، اختلاف نوع وطرق زراعة الرز نفسه، انا هزرع الرز ازاي، هزرعه بالبضير بدر ولا هزرعه شتلات. طيب اختلاف طرق تسميد التربة واستخدام المبيدات، ده بيحدد لي برضك ازاي انا هزرع. ولازم طيب عندنا بعض الشروط اللي لازم تكون متوفرة في انواع الاسماك اللي مزروع اللي ينفع نزرعه مع محصوله، اي نوع سمك كده ينفع نزرع اي حاجة، اي انواع سمك في محصول رز؟ لا، لازم في شروط معينة لازم تتوفر في السمكة اللي احنا هنزرعها عشان ينفع نعملها في حقول الرز. طيب ايه هي الشروط ديت؟ اول حاجة ان السمك ده بيتحمل الظروف الحياة او يقدر يعيش في مستوى مائي ضحل او كمية مية قليلة، ان هو يقدر يتحمل ظروف قلة الاكسجين، لان طبعا في الظروف ديت هيبقى عندنا قلة اكسجين والمية ارتفاع عمود المية مش هيكون عالي، ان السمكة دي تكون تنمو ممتاز بسرعة النمو عشان خلال 3 شهور او 4 شهور بتوع محصول الرز توصل لحجم التسويق، وتقدر تتحمل كمان ارتفاع درجة الحرارة وتتحمل ظروف العقارة او المية العكرة. طيب ديت احنا كده اتكلمنا عن المميزات بتاعة استزراع السمك في حقول الرز. ده هل هو ليه عيوب؟ هو ليه بعض العيوب، ولكن يعني نقول ما فيش حاجة لا مميزات بس ولا حاجة لا عيوب بس، كل حاجة لا مميزات وعيوب. طب النوع ده ممكن يكون ايه العيوب اللي موجودة فيه؟ ده اول حاجة او اول عيب ارتفاع نسبة الفقد في المنتج من السمك. ايه بمعنى؟ بان الفقد ده بيبقى بيتراوح ما بين 40-60% للاصبعيات و20-30% للسمك المادي. طيب وده ايه الفقد ده ناتج عن ايه؟ بسبب الحيوانات المفترسة، ان الحقل عندنا بيكون مكشوف فبيبقى السمك معرض للحيوانات المفترسة او الطيور زي ابو قردان، فبالتالي بيقلل من السمك اللي احنا بنحطه. يعني لو احنا حطينا 10 بيحصل فقد تقريبا بيفضل 5 مثلا. طيب عيب، والعيب التاني اللي هو ايه؟ ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في المية اللي العمق بتاعها بيكون قليل، واحنا عارفين ان احنا العمق بتاع الرز مية في الرز يعني نص متر، يعني برضك درجة الحرارة تكون مرتفعة وقلة الاكسجين. احنا بنحتاج نعمل جسور واخاديد، نعمل جسور واخاديد داخل الحقل بتاع الرز، وده بيشغل مساحة من 5-7% من مساحة الحقل. ديت من العيوب بتاعة النظام دوت، ولكن المميزات بتاعته اكتر من عيوبه وهو نظام كويس. طيب بالنسبة للحقل بتاع الرز نفسه هيبقى ايه نظامه او هيبقى ازاي حقل الرز دوت؟ لما نزرع الرز دوت هيبقى زيه زي حال الاحواض السمكية، هنعامله كأنه حوض سمكي زي الاحواض السمكية. لما تعمل مزرعة سمكية هتعامله زي معاملة الحوض، يعتبر الحوض الحقل دوت زيه زي الحوض، ولكن نسبة المية فيه بتكون او ارتفاع المية فيه قليل عشان وجود رز فيه، وبنوفر سبل، بيبقى لازم نوفر ري وصرف زيه زي الحوض بالظبط، وبنعمل نتأكد ان المية ان الارض اللي عندي ديت، احسب كمية العلف اللي انا لازم اضيفها للسمك بتاعي. بعد انا قلنا طبعا ان الاسماك كل 15 يوم لازم اخد عينة من الاسماك عن طريق مصفى او شبكة، باخد عينة عشوائية من الاسماك واوزنها واحسب عشان احسب الزيادة في الوزن بتاعها ده، ومن خلال الزيادة في الوزن بقدر احسب كمية العلف اللي انا هحطها للحمامات دي، ودي بتكون بنسبة من وزن الاسماك اللي عندي، نسبة بتكون 3% من الوزن لكل الاسماك المستزرعة. طيب تعال نشوف في المثال، زي ما انتم شايفين في المثال كده، المثال لو انا عندي 1000 اصبعية متوسط وزن الاصبعية 15 جرام، فهنحتاج كمية علف قد ايه؟
هنضرب الألف إصبعية في الخمستاشر جرام في التلاتة في المية بألف في خمستاشر في تلاتة على مية اللي هي نسبة العلف المفروض ياكلها، المفروض ياكلوا 450 جرام لكل ايه لكل يوم. وممكن ان احنا نستغني عن اضافة بعض العلائق الصناعية لان السمن بتاعها مرتفع، ونستخدم علائق غير تقليدية زي ممكن نستخدم المخلفات المصانع الاغذية ومخلفات المخابز، ممكن ان احنا نخلط بعض المخلفات بتاعت المحاصيل ونضيف مجروش الذرة والردة، وعشان وده بنعمله بسبب ان احنا نزود الربحية يعني نقلل التكاليف والربحية بتاعتنا تزيد. طيب بعد كده نتكلم عن الحصاد، حصاد الاسماك او طريقة صيد الاسماك، ازاي بنحصد الاسماك. عندنا بعد من طرق الحصاد يمكن نحصد مرة واحدة في السنة او اكتر من مرة في السنة، يعني اللي انا قلت قبل كده ممكن نحصدهم الاثنين مع بعض او نحصد ده لوحده وده لوحده. طيب بعد انتهاء مدة الزراعة بالنسبة للخطوات العملية بقى اللي انا لما احصد بقى مدة الزراعة، الرز انتهت والمحصول الرز خلاص، خلاص المفروض انا هجفف الرز او هنشفه والسنابل بدأت تنضج، بنبدأ الصرف التدريجي لمياه الحقل، والاسماك بتبدأ احنا عاملين طبعا الخندق اللي احنا عاملينه او الاخدود اللي احنا عاملينه بيكون بميل، فالاسماك بتبدأ تنزل مع بنعمل عملية صرف، بنعمل عملية صرف للمية، الاسماك بتبدأ تمشي مع المية، وبنستخدم في زي ما انتم شايفين في الصوره كده اهوت اتنين بينزلوا الاخدود ده وده ومعاهم شبكه كل واحد ماسكها من جنب، وبنبدا من خلال الشبكه ديت نصفي الميه ونيجي بنجمع الاسماك و بس. في نهايه الفيديو احب لو في اي استفسار او اي ايضاح او اي سؤال انا تحت امركم في اي وقت، اترك تعليقك على الفيديو وان شاء الله يتم الرد عليك، وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد وموضوع جديد بخصوص الاستزراع السمكي مع دكتور اسلام تفال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة إسلام تفال. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وحلقة مهمة جدا، ألا وهي الحلقة عن الاستزراع السمكي أو استزراع الأسماك في حقول الأرز، استزراع الأسماك في حقول الأرز. بداية قبل ما ابدا الفيديو ده معاكم او المحاضرة ديت او اللقاء ده، احب ان اي حد لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وشير للقناة بحيث نستفيد ونفيد اكتر الناس اللي معانا. طيب النهاردة الاول خلاص هنتكلم عن استزراع الاسماك في حقول الارز. طيب انا اعرف ايه هو استزراع الاسماك اصلا، ازاي بتتم العمليه ديت. الناس اول مره لما تسمع الكلام ده تقول لك ازاي احنا هنزرع رز ولا هنزرع سمك، ولكن الاثنين هيتزرعوا مع بعض ازاي، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض ايه قصه استزراع السمك في حقول الارز. زراعه السمك في حقول الارز ديت احد افضل الطرق العلميه، احد الطرق العلمية عشان نستخدم الارض الزراعية، وخاصة في الدول الفقيرة زي ما احنا عارفين ان في الدول الفقيرة او الدول النامية، بحيث ان هي بتساهم في حل مشكلة النقص الحادث في انتاج البروتين الحيواني، وبتكون الاسعار بتاعته رخيصة. ومعروف ان احنا في البلاد الفقيرة او معظم البلاد النامية بتبقى بينتشر زراعة الارز بمساحات كبيرة، وده بيعظم الاستفادة من الانتاج السمكي، وخصوصا ان المزارع ديت او الانتاج السمكي بيكون بعيد عن البحار والبحيرات والمراكز بتاع الصيد. طيب امثلة الاسماك اللي ممكن اصرعها مع كل رز امثلة عليها زي السمك المبروك والبلط المزنبيقي
والبوري، ودولت بيعيشوا في الماء العذبة أو الماء اللي الشرب. في مصر أصلا قبل ما نبدأ نتكلم عندنا إنتاج مصر من بيمثل 2.5% من إنتاج مصر من حقول من الأسماك أو استزراع السمك ومن حقول الأرز، بيمثل 2.5% من إجمالي الاستزراع السمكي المصري. طيب هنيجي نتكلم عن هل الاستزراع السمكي في حقول الأرز ده ليه فوائد ملهوش فوائد؟ طب لو ليه فايدة ايه الفايدة بتاعته؟ هو ليه أكتر من فايدة. طب تعالوا نتكلم مع بعض عن الفوائد بتاعة حقول الأرز. هنا بفكر حضراتكم باللايك واشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. طيب تعالوا نشوفوا ايه هي اهم مميزات الاستزراع السمكي او الاستزراع الاسماك في حقول الأرز. لها عدة فوائد. اول فايدة ان الاسماك ديت بتتغذى على في حقول الأرز بتتغذى على الحشرات والطحالب والديدان اللي بتضر ممكن تضر بمحصول الأرز. ده اول فايدة. تاني فايدة بتؤدي مخلفات الاسماك في الحقل، الاسماك ديت بيبقى لها مخلفات الناتجة عن عملية الهضم، المخلفات او المخرجات بتاعت الاسماك ديت بتؤدي او بتزود خصوبة التربة، وبالتالي بنقلل من معدلات تسمية الارز. تالت فايدة ان احنا بنقضي على ظاهرة الريم في عقول الارز لان الاسماك ديت بتتغذى عليها، وده بيأثر بالسلب على انتاجية الرز طبعا. فلما نقضي على الريم ده بالتالي هنساهم في تعظيم الانتاجية بتاعت المحصول بتاعنا. طيب بعد كده استزراع اسماك في حقول الارز بيزود المحصول الرز بحوالي من 10-12% للفدان نتيجة للاسباب اللي قلناها فوق ديت، وبالتالي بيزود العائد الاقتصادي بتاع المحصول بتاعي، لان انا كده بعمل محصول رز وسمك والاتنين متكاملين مع بعض، فبزود انتاجي من ده وده. طيب بالنسبة لأسماك البلطي بقى، في النقطة دي هتكلم أسماك البلطي، بيفضل ان احنا نزرعها في مزارع الأرز. ليه؟ لان السمكة دي بتوكل في حجم في نهاية موسم الاستزراع، في نهاية موسم الاستزراع بتاع الرز السمكة دي بتكون وصلت للحجم ان احنا نتغذى عليها، وفي نفس الوقت السمكة دي ما بتتغذاش على محصول الأرز لان السمكة دي سمكة البلطي سمكة غير عشبية التغذية، فبالتالي مش هتاكل الرز. ويفضل ان احنا نزرع اسماك بلطي وحيدة الجنس اللي هي، ويفضل ان هي الذكور عشان ما تتكاثرش، ما يحدث تكاثر ويبوظ المحصول بتاع الرز بتاعي ويحدث ازدحام في الحق. طيب لما نيجي نتكلم عن الاستزراع السمك في الحقول بتاعة الارز، ظروف الاستزراع وظروف زراعة السمك في الحقول بتاعة الرز ديت بتختلف على حسب مجموعة من العوامل. ايه هي العوامل اللي بتحدد لزراعة السمك في حقول الأرز؟ عندنا اول عامل اختلاف نوع التربة وطبيعة الطقس في المنطقة المزروعة، اختلاف انواع السمك المزروع، ايه هو هنزرع ايه سمك، وهنزرع بلطي ولا مبروك ولا طبارة ولا ايا كان ايه النوع، اختلاف نوع وطرق زراعة الرز نفسه، انا هزرع الرز ازاي، هزرعه بالبضير بدر ولا هزرعه شتلات. طيب اختلاف طرق تسميد التربة واستخدام المبيدات، ده بيحدد لي برضك ازاي انا هزرع. ولازم طيب عندنا بعض الشروط اللي لازم تكون متوفرة في انواع الاسماك اللي مزروع اللي ينفع نزرعه مع محصوله، اي نوع سمك كده ينفع نزرع اي حاجة اي انواع سمك في محصول رز؟ لا، لازم في شروط معينة لازم تتوفر في السمكة اللي احنا هنزرعها عشان ينفع نعملها في حقول الرز. طيب ايه هي الشروط ديت؟ اول حاجة ان السمك ده بيتحمل الظروف الحياة او يقدر يعيش في مستوى مائي ضحل او كمية مية قليلة، ان هو يقدر يتحمل ظروف قلة الاكسجين، لان طبعا في الظروف ديت هيبقى عندنا قلة اكسجين والمية ارتفاع عمود المية مش هيكون عالي، ان السمكة دي تكون تنمو ممتاز بسرعة النمو عشان خلال 3 شهور او 4 شهور بتوع محصول الرز توصل لحجم التسويق، وتقدر تتحمل كمان ارتفاع درجة الحرارة وتتحمل ظروف العقارة او المية العكرة. طيب ديت احنا كده اتكلمنا عن المميزات بتاعة استزراع السمك في حقول الرز. ده هل هو ليه عيوب؟ هو ليه بعض العيوب ولكن
يعني نقول مفيش حاجة لا مميزات بس ولا حاجة لها عيوب بس، كل حاجة لها مميزات وعيوب. طب النوع ده ممكن يكون ايه العيوب الموجودة فيه؟ ده اول حاجة او العيب ارتفاع نسبة الفقد في المنتج من السمك. ايه بمعنى؟ بان الفقد ده بيبقى بتراوح ما بين 40-60% للاصبعيات و20-30% للسمك المادي. طيب وده ايه الفقد ده ناتج عن ايه؟ بسبب الحيوانات المفترسة، ان الحقل عندنا بيكون مكشوف، فبيبقى السمك معرض للحيوانات المفترسة او الطيور زي ابو قردان، فبالتالي بيقلل من السمك اللي احنا بنحطه. يعني لو احنا حطينا 10 بيحصل فقد تقريبا بيفضل 5 مثلا. طيب عيب، والعيب التاني اللي هو ايه؟ ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصا في المية اللي العمق بتاعها بيكون قليل. واحنا عارفين ان احنا العمق بتاع الرز، مية في الرز يعني نص متر، يعني برضك درجة الحرارة تكون مرتفعة وكلة الاكسجين. احنا بنحتاج نعمل جسور واخاديد، نعمل جسور واخاديد داخل الحقل بتاع الرز، وده بيشغل مساحة من 5-7% من مساحة الحقل. ديت من العيوب بتاعة النظام دوت، ولكن المميزات بتاعته اكتر من عيوبه، وهو نظام كويس. طيب بالنسبة للحقل بتاع الرز نفسه هيبقى ايه نظامه او هيبقى ازاي؟ حقل الرز دوت لما نزرع الرز دوت هيبقى زيه زي حال الاحواض السمكية، هنعامله كأنه حوض سمكي، زي الاحواض السمكية لما تعمل مزرعة سمكية هتعامله زي معاملة الحوض. يعتبر الحوض الحقل دوت زيه زي الحوض، ولكن نسبة المية فيه بتكون او ارتفاع المياه فيه قليل عشان وجود رز فيه. وبنوفر سبل، بيبقى لازم نوفر ري وصرف زيه زي الحوض بالظبط، وبنعمل نتأكد ان المياه، ان الارض اللي عندي ديت ما بتصرفش المياه عشان تحتفظ بالمياه لاطول فترة ممكنة. طيب ايه هي، هل ينفع ازرع السمك؟ احنا قلنا في الاول ايه هي انواع الاسماك، اي مش اي نوع سمك ينفع استزرعه مع رز. طب هل ينفع اي نوع رز استزرعه مع الاسماك؟ طبعا لا، في بعض الاصناف اللي بتوصل وبتفلح عند زراعتها مع الاسماك. ايه هي الاصناف ديت؟ من امثلة الاصناف ديت اصناف رز جيزة 177 والجيزة 178 وسخة 101 وسخة 102. طب ايه هي الاسباب، ايه هي